مرحبا أطفالي الأعزاء، اليوم سنخضع لاختبار المرحلة الثالثة. ما معنى المرحلة الثالثة؟ بعدما درسنا الخطوط المنحنية ودرسنا الخطوط، ما هي الخطوط الأخرى؟ هذه الخطوط المنحنية وهذه الخطوط المتموجة. سنخضع لاختبار حول هذه الخطوط وما سبقها، حيث درسنا الخطوط الأفقية هكذا، والعمودية هكذا، والمائلة هكذا. هذا هما الأنواع اللي احنا قريناهم في المرحلة الأولى، ومن بعد قرينا الخطوط المنكسرة. هكذا الخطوط المنكسرة يا أطفال، هذه خطوط منكسرة، خطوط منحنية، متموجة، أفقية، عمودية، مائلة، ومنكسرة. سنخضع لاختبار لنختبر مكتسباتنا وما تعلمناه. أول سؤال، ماذا يقول؟ أخطط وألون. أخطط وألون، كما احنا فهمنا في التمارين السابقة، أخطط معناها إنه احنا مش نتبعوا النقاط أو ماذا؟ نعم، الخطوط المتقطعة. يوجد لدينا ماذا لدينا؟ ما اسم هذا الحيوان؟ اسمها بجعة. نعم، اسمها بجعة. أحسنتم يا أطفال. الآن سأقوم بتتبع هذه الخطوط المتقطعة ثم سأقوم بالتلوين. فلنقوم بتتبع هذه الخطوط. لقد أكملت أصدقائي التلوين وتتبع النقاط، حيث نشوفوا لهنا شنو هما الخطوط اللي احنا اتبعناهم باش نعرفوا أنواع الخطوط اللي درسناها قبل. بالنسبة للخط هذايا، هو خط. ما هو هذا الخط؟ منحني. أحسنتم. والخط هذا اللي يبدأ دي مواقف، هو خط عمودي. أحسنتم، هذا خط منحني أيضا. أحسنتم يا أطفال، وأحسنتم تلوين البجعة. الآن سننتقل إلى ما هذه يا أطفال؟ هذه تحفة وليست مزهرية. هذه تحفة. الآن سأقوم بتلوينها حسب ما هو موجود، ولكن قبل ذلك ماذا سنقوم يا أطفال؟ أحسنتم، سنقوم بتتبع الخطوط. Thank you.
هكذا يا أطفال أكون قد أكملت التلوين. ماذا نسمي هذا اللون يا أطفال؟ نعم، إنه اللون الأحمر. لقد لوننا البجعة باللون الأحمر، وكذلك هذه التحفة باللون الأحمر. أحسنتم يا أصدقاء، سنمر الآن إلى التمرين الموالي. هذا يا أطفال هو التمرين الموالي. أنا أحب هذا التمرين كثيرا لأني أحب تتبع النقاط. انظروا، فلنقرأ السؤال في بادئ الأمر. أتتبع ما هو منقط؟ أتتبع ما هو منقط؟ أنا أحب كثيرا هذا التمرين، أحب تتبع النقاط. هل تحبون أنتم أيضا تتبع النقاط؟ هل تحبونها؟ نعم، أحسنتم، أنتم مثلي تماما. فلنتتبع معا النقاط. ولكن قبل ذلك، ما أحلى الحيوانات الموجودة. انظروا، توجد دجاجة. ما صوت الدجاجة؟ الدجاجة بق 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 بق. نعم. وما صوت هذا الخروف؟ كيف يقول الخروف؟ هيا 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 نقلد صوت الخروف. با. نعم، أحسنتم. قطتي يا قطتي، ما أجملك وما أجمل لونك. هيا نقلد صوت القطة. مياو. أحسنتم يا أطفال، هذا أرنب ولكني لا أستطيع تقليد صوته لأنه لا يبدو أن لديه صوت. إذن فلنذهب إلى إنجاز التمرين ولنتتبع. نعم، الخطوط. خطوط يا خطوط، أنا أحب تتبع الخطوط. لقد أنهينا أصدقائي هذا التمرين بكل نجاح ومثابرة. أحسنتم. إذن الآن علينا المرور بسرعة بسرعة إلى التمرين الموالي. هذا هو أصدقائي التمرين الموالي، وبه العديد من التلوين وتتبع النقاط. والسؤال يقول: أخطط وأكمل التلوين. أخطط بمعنى أكمل الخطوط المتقطعة هذه، وأكمل التلوين. أحسنتم. إلى توا أول حاجة باش نعملها باش نكمل الخطوط ومن بعد نلون. أعملوا كيفي. Thank you.
الآن أصدقائي الأعزاء، لقد أكملت التمرين بتلوين الشكل الأول. لننتقل إلى الشكل الثاني ونتتبع النقاط الموجودة، ثم ألون. ما هذا الشكل؟ هو عبارة عن وعاء به الكثير من البيض. شنو معناتها؟ معناها على لهنا صحن كبير فيه برشا بيضات جبناهم من عند الدجاجة. احنا باش نكملوا النقاط نتاع البيضات هذوما، ومن بعد باش نلونوا كل بيضة بلون مختلف. توا باش نتبعوا النقاط. النقاط هذه هي بشكل منحني، احسنتم يا اطفال، هذه بشكل منحني. ما ننساوش انه الخطوط متاعنا كل خط عنده اسم معين، وهذه الخطوط هي خطوط منحنية. احسنتم يا اطفال، لا تنسوا مراجعة دروسكم لكي تنجحون بالاختبار. هكذا أنا أكملت استرسال النقاط وأصبحت لدي العديد من البيضات. الآن سأقوم بتلوين بيضاتي ثم أريكم الرسمة. لقد قمت يا أطفال بإنهاء تلوين البيضات. ما أجمل بيضاتي أيها الأطفال، هل أنتم أيضا بيضاتكم جميلة؟ أنا متأكدة، أحسنتم التلوين، ممتاز ممتاز جدا. الآن سنمر إلى التمرين الموالي. ها هو يا أطفال صديقي التمرين. تعرفون أنا أحب اتباع الخطوط كثيرا، لذلك أفرح كثيرا عندما أرى هذا التمرين. أنا متأكدة أنكم مثلي تماما. هو صحيح تعب شوية، أما ميسالش، على خاطرنا يلزمنا نتعلمه كيفاش نرسمه الخطوط. لهنا عنا برشا خطوط أنواعها تعلمناها قبل وشفناها في دروس سابقة. لهنا عنا، ما اسم هذه الخطوط؟ منحنية، أحسنتم، هذه خطوط منحنية. وما هذه الخطوط؟ نعم إنها في بادي الأمر منحنية ثم منكسرة، ويوجد بها خط عمودي، وهذه أيضا خطوط منحنية، وهذه أيضا بها المنحنية وبها المنكسرة وبها العمودية. وما هذه الخطوط يا أطفال؟ هذه خطوط مموجة، وهذه أيضا خطوط مموجة، لكن في بادي الأمر بها خط منحن. هذه أيضا خطوط مموجة في بادئها خط منحن. أحسنتم يا أطفال، ما تبقى لي هو سوى تتبع هذه الخطوط. هيا بنا لنقوم بهذا التمرين بسرعة. Thank you.
هكذا يا أطفال نكون قد أنهينا التمرين بنجاح، وقد تتبعنا الخطوط المتقطعة لجميع الخطوط المرسومة على الكراس. الآن لقد قمنا بالاختبار وأتممنا التمارين بنجاح. أحسنتم يا أطفال، أنا سعيدة جدا من مردودكم الجميل. أتمنى لكم أن تحصلوا على أعداد جميلة. إلى اللقاء يا أصدقاء.